توقفني النهارده حاجه ما اعرفش هتبقى مفيده اني ازاعها او لا، ولكن انا شخصيا وقفت عندها كتير، وهي يعني انا مثلا بلاش اتكلم على حد، عشان لما بتكلم على حد الناس بتزعل، وانا ما بعرفش اتكلم على حد من غير اسامي لاني ببقى عايزه اجيب مثال حي، فخليني اتكلم عن نفسي. انا مثلا ببان قويه وكده، بس اكيد بمر باكتئابات شديده يعني، بس بحس ان هو لازم الواحد يقوم مره تانية، وبتبقى الهموم حاجات كلها حياتيه، مسؤوليات، مش عارفه ايه، ولاد، تفاهم مع الاخرين، حاجات كده. شفت الفيديو ده ولقيت ان في لحظه في واحد همه حاجه عمرها ما بتيجي على بالنا انها في وقت من الاوقات هتبقى همنا الاكبر. رجل واقف جنب مامته في السرير وهي خلاص بتطلع سكرات الموت يعني، وهتقابل ربنا، وهو كل همه انها تنطق بالشهادة، وبجد همه بجد. تعالوا نشوف مع بعض. لا اله الا الله، ثم قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر. ثم قولي لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما اعرفش هيأثر فيكم نفس التأثير ولا لا، بس حسيت كده اللي هو شريط الحياة عدى قدامي، وقلت يعني ايه الهيافة اللي احنا فيها دي؟ قاعدين بنحرق دمنا على حاجات غريبة، بنهتم بناس اغرب، وبيهمنا حاجات ملهاش اي 30 معنى، وفي حاجات مهمة
ما بنفكرش فيها ولا بندعي لها حتى ان احنا ما نعياش او ما نمرضش او ما نروحش مثلا في حادثه عربيه ويغمى علينا او ما نقدرش ننطق بالشهاده. واكيد في المسيحيه برضو في حاجه بتتقال قبل الموت.